شركة كندية متخصصة في مجال تصنيع الجبن، شركة غويوم، أنشئت منذ 1940، شركة كبيرة جدا، شركة متواجدة بكندا وأيضا توظف عمال عاملات أجانب من جميع الدول. أجبان مصنوعة بفخر من الحليب من المنتجين لدينا. انطلاقا من تقليد يمتد لأكثر من 75 عام، حازت جبنة الشيدر الرائب وجبن الشيدر القديم والجبن السويسري والحلومي لشواء على الجوائز والأوسمة. إذا نتعرف قليلا على الشركة إخوان، سأترك لكم الرابط في أول تعليق. إذا هذا الرابط الرسمي لشركة غويوم المتخصصة في صناعة الأجبان، جميع أنواع الأجبان. الفنادق والمطاعم والمؤسسات تتعامل مع العديد من القطاعات. لدينا هنا بعض الصور المتعلقة بالمواد التي تصنع هذه الشركة. إذا الشركة توظف عدة مناصب شغل إخوان أخوات الكرام، وهنالك استمارة، يمكنكم تقديم الطلب يعني كطلب عفوي وإن شاء الله ستحصلون على رد مقبول. أهلا ومرحبا بكم إخواني أعزائي متتبعي قناة أبو ريان لتوظيف والهجرة. أتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية. إذا إخوان أدعوكم إذا كنتم زوار جدد الاشتراك في القناة، اضغطوا الآن على زر الاشتراك وفعلوا زر الجرس لتتوصلوا بكل ما هو جديد. قبل بداية الفيديو أدعوكم لمشاهدة أيضا فيديو شاركته معكم قبل قليل بخصوص الهجرة إلى المناطق الريفية بكندا، برنامج جديد ورائع جدا وسهل جدا جدا، يمكنكم مشاهدة التفاصيل في هذا الفيديو وقوموا بتقديم الطلب، ستجدون الرابط في أول تعليق. إذا شركة غويوم إخوان أخوات الكرام تدعوك للانضمام إلى فريقها. قدم الآن، كن جزءا من الفريق، تبحث عن وظيفة مجزية بفخر، تشجيع اقتصاد المحلي والغذاء من خلال المساهمة في نجاحنا. مزايا تنافسية، ستحصل على العديد من المزايا، هي شركة نقابية تستفيد من اتفاقية إدارة نقابية ممتازة فرومجري سان غويوم. إذا بالنسبة للمزايا أخي أختي الكريمة، ستحصل على رواتب أو راتب تنافسي حسب المقياس المعمول به، زيادات الراتب السنوية وحسب الخبرة، مكافآت المساء والليل، ستحصل على تأمين جماعي، أدوية الأسنان والرؤية، برنامج مساعدة الموظفين، خطة المعاشات التقاعدية، خصومات على منتجات الجبن ومنتجات الأجهزة المصنوعة من بيامير، بنوك الإجازات المرضية والمتنقلة القابلة للاستيراد وأكثر وأكثر. إذا هنا لدينا المناصب أو المهن المتوفرة بالشركة، هنا لدينا بريد إلكتروني خاص بالتشغيل مخصص للشركة، يمكنكم إرسال طلب عبر البريد الإلكتروني، ولدينا أيضا استمارة. المناصب المتوفرة حاليا، مطلوب يعني من يشغل أو من تشغل في مجال المناورة، أو من يشغل مجال سائق شاحنة أو ميكانيكي كهربائي، أو من يعمل في مجال أجهزة التحكم الإلكتروميكانيكية، موزع مستقل، مدير منطقة، مخطط عمليات الجبن. هذه الشركة تقوم بنشر إعلانات بشكل مستمر إخوان أخواتي الكرام، يمكنكم البحث عن المجال المناسب لكم والتقديم مباشرة، ويمكنكم الدخول إلى الموقع من حين إلى آخر حتى تجدون الوظيفة المناسبة. ولدينا أيضا خيار آخر، يمكنكم تقديم طلب عفوي مباشرة، تقومون بتقديم ملء الاستمارة وتقومون بإرفاق السيرة الذاتية وتقدمون الطلب. جيد جدا. إذا سنقوم مباشرة بكتابة المعلومات الخاصة بنا، الاسم الأول أو عفوا الاسم، سنكتب الاسم الكامل من الأفضل، ونكتب البريد الإلكتروني الخاص بنا، ونقوم بكتابة المجال. يعني إذا كنت على سبيل المثال كنت أعمل كسائق شاحنة، سأكتب سائق يعني باللغة الفرنسية أو باللغة الإنجليزية ليس بالعربية، شوفير كاميو، أو سائق رافعة شوكية أو سائق كلارك أو
مختلف المجالات. إذا سأكتب شوفور كاميون سبيل المثال. هنا سنكتب رسالة، سأترك لكم رابط عفوا نموذج رسالة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، يمكنكم نسخها ولصقها في هذا المكان، وتكتبون فقط تقومون بكتابة الاسم الخاص بكم في الرسالة، في مضمون الرسالة. هنا لدينا إتاحة، سنختار يوم أو مساء أو ليل أو نهاية الأسبوع، ستختار التوقيت المناسب لك. جيد، إذا هنا سنقوم بالضغط على بحث عن الملف أو السيرة الذاتية، نقوم بإرفاق السيرة الذاتية تكون بصيغة وورد أو بصيغة بي دي اف، ونقوم بالضغط على أرسل طلبي. الآن تتم معالجة المعلومات الخاصة بي، وسيتم إرسال الطلب، وستظهر لي رسالة تأكيد الطلب. إذا ننتظر بضع ثواني حتى يتم إرسال الطلب. إذا كما تلاحظون إخوان، ميرسي بور فوتر ميساج إلا إتي أونفوي، نشكركم على إرسال طلبكم، لقد يعني توصلوا بالطلب. إذا هذه رسالة تأكيد إخوان أخواتي الكرام، قوموا الآن بالتسجيل، توكلوا على الله، ضاعف الحظوظ، يمكنكم التسجيل في العديد من الشركات. هذه شركة جديدة توصلت بها اليوم، لذلك أو يعني أردت أن أشارك معكم هذه الشركة التي أيضا بحاجة ماسة إلى اليد العاملة بكندا، وهي ستتكلف لك بالعقد وتتكلف لك بجميع مسائل القانونية أو المدفوعة، يعني ستدفع لك ترك رأس الطائرة، وأيضا سيمكنك الحصول على الإقامة عبر هذه الشركة، وبعد الهجرة يمكنك تغيير شركة أو تغيير عقد العمل مع شركة أخرى، ليس هناك أي مشكل. وأيضا يمكنك جلب أطفالك و زوجتك إذا كنت متزوج، وإن شاء الله تتحسن الوضعية. أتمنى لكم التوفيق من القلب إخوان أخواتي الكرام، ونلتقي إن شاء الله في فيديو قادم. سأترك لكم الرابط في أول تعليق، قوموا بالضغط عليه وسجلوا الآن طلباتكم. إذا واجهتم أي مشكل في التسجيل أو لم تعرف أخي أختي كلمة التسجيل، يمكنك التواصل معي عبر البريد الإلكتروني الذي أتركه في صندوق الوصف أسفل الفيديو، وسأقوم بتسجيلك مباشرة إن شاء الله بالمجان بدون دفع أي مبلغ مالي. إخوان أخواتي الكرام، حياكم الله، ونلتقي في فيديو قادم إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، كان معكم أبو ريان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.